للتوت قصة حلوة وقديمة كتير. اللبنانيين اشتهروا قديما بزراعة التوت، يعني كان بكل بيت ممكن تلاقي أكثر من شجرة توت، لأنه كانوا معروفين ومشهورين بتربية دود الأزل لإنتاج الحرير، وهذا كان مصدر معيشتهم. شجرة الأم التوت اللي عندي يمكن عمرها أكثر من 60 سنة، بيت عمي زرعوها ليستفيدوا منها بتربية دود الأز، فبطل في إنتاج لدود الأز وضلت الشجرة. فأنا رجعت شجرت كمان مرة تانية توت لحتى نرجع نستفيد منه لطعمته. التوت الشامي له كتير استعمالات، غير إنه بنعمله شراب، كمان بالمربى تبعه بنستعمله بالحلويات، فوق القشطة، فوق أنواع التارت والحلويات اللي كانت عربية أو غربية، وطعمته كتير طيبة. شراب التوت شراب تقليدي ومحبوب كتير ولذيذ كتير. غير إنه شراب التوت لذيذ وطيب وشهي، له فوائد صحية كتيرة، فهو مضاد للأكسدة، أنتي أوكسيدنت، ضد التسمم. فكتير مهم إنه ناكل فريش توت طازة إذا وجد، إذا لا مش غلط يستعاد عنه بالشراب أو بعصير التوت، فهو قيمة صحية كتير مفيدة. فبنص تقريبا من نص الثاني من شهر حزيران، شهر 6، بيبلش يستوي التوت وبنقطفه وبنحطه بمستوعب، بنكون كتير دلكت معهم، نجيبهم ونحطهم بجار ومنبلش نعصرهم. أنا بحب أعصرهم يدويا، تطلع الطعمة أطيب، لأنه إذا حطيناه بمكنة إلكترونية ممكن حماوة الشفرة تغير له طعمته. فالتوت كمان كتير روحه قصيرة، ومدة عمره ما فيها تطول، نغرم نجيبهم من الشجرة بنعصرهم منصفيهم. من بعد ما يصير عنا العصير، أكيد لحتى نعمله مركز ويضاين عنا من سنة لسنة، نزيد له كمية سكر لتحفظه. على نار متوسطة يغلي، هو عم بيغلي ببلش تطلع طبقة السكر، منشيلها لأنه هيدي منا أول شيء غير صحية، وثانيا إذا خليناها ممكن تأثر على التوت وبيعمل نوع من العفونة. منشيلها منغليها، التوت ما بده يستوي كتير، منغليه شوي بين 15 و20 دقيقة، وبالآخر منطفيه منغطيها بشقفة أو بشاش لحتى يبرد ونرجع ونحطه بأناني، وألف صحة. وأحلى أحلى وأطيب شراب التوت رح تشربوا ونجيتوا، رح تكونوا أنتوا أهل الدار ونحن زواركم، وأهلا وسهلا فيكم.